يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الآباء والأمهات والضيوف اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دينكم وتستنير به قلوبكم وتصلح به دنياكم وآخرتكم لأن العلم النور يخرج من الظلمات وتزول به الشبهات وتستقيم به الأعمال فإن العمل بلا علم ضلال ووبال وفضائل علم كثيرة أعظمها معرفة رب سبحانه بأسمائه وصفاته ومنها أن العلم طريق إلى الله وإلى جنته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريق إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها للدار بالعلم رذا بما يطلب وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه إمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي درداء وفيه الحث على السعي في طلب العلم وذلك بسفر إلى أهله حيث كان وبحفظه وكتابته وتدوينه فقد كان السلف يرحلون المسافات الطويلة للطلب حديث واحد فقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة يروي عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري كذلك فلو استغنى أحد عن رحلة في طلب العلم لاستغنى موسى عليه السلام وقد أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأله مزيدا من العلم قال تعالى وقل ربي زدني علما فلم يسأل ربه زيادة من شيء إلا من العلم ومهما بلغ الإنسان من العلم فهناك من هو أعلم منه قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم قال حسن البصري رحمه الله ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل وفي حديث أبي الدرداء دليل على أن الجنة لا يوصل إليها
إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن طلب الجنة بذلك فقد طلبها من أيسر الطرق وأسهلها. وفي حديث أبي درداء أيضا أن العلم الذي يمدح أهله ويسمون العلماء حقيقة هو العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أقذ به أقذ بحظ وافر. فكل مدح والثناء جاء في الكتاب والسنة للعلم والعلماء، فالمراد به علم الأنبياء، فالمراد به علم الأنبياء وحملته المؤمنين العاملين به. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا دمست نجوم أو شك أن تذل الهدات. رواه إمام أحمد في المسند. أيها المجتمعون والآباء والأمهات والضيوف، وما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى، وبقاء علم ببقاء حملته، فإذا ذهب حملته وقع الناس في الضلال، كما في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض علما انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يذهب العلماء، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبل أن أودعكم مقامي هذا، أذكركم بحديث مصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات